شيئة عالية تفوق 40,000 متر يلزم بعض الإضافات، مثلا مكان تواجد السيارات، النقل للحضور إلى هذه المحكمة لابد أن يوفر بالشكل الجماعي، لابد من إيجاد لوجيستيك لازم لاشتغال القضاة وكل المرتفقين، ولكن لابد أن نقول بأنه ربما نأخذ أحسن مرفق في المملكة المغربية لغاية اليوم حسب ما أعلم. تساهم القاعات، هو جزء من المكونات، لابد كذلك من الحديث عن البشر، الموارد البشرية، زعما الطاقة البشرية التي ستشتغل في هذه القاعات وفي هذه المحاكم. يجب أن لا يكون هناك خصص، لابد أن تطعم سواء على مستوى كتاب الضبط أو على مستوى الجهاز القضائي. النقص ليس كثير، ولكن هناك نوع من البطء، هناك نوع من البطء تغلب عليه سيكون باللوجيستيك، سيكون كذلك بالموارد البشرية الكافية للبت في كل الملفات المعروضة أمام المحاكم. بهيئة المحامين بالرباط فيما يخص هذه المعلمة، أنا أسميها معلمة تاريخية، أيقونة قضائية جديدة تنضاف إلى باقي المعالم التاريخية التي تؤتت عاصمة الأنوار اللي هي الرباط، وبالتالي نحن كمحامين وكأسرة الدفاع فخورين كل الفخر بهذه المعلمة التاريخية، ونتمنى صادقين أن تكون هذه البناية في خدمة المواطن وأن تكرس المفهوم القائل بأن القضاء في خدمة المواطن. ينبغي أن نصحح المفاهيم وأن نقول بأن المذكرة الصادرة عن رئيس المنتدب للمجلس على السلطة القضائية وعلى السيد الوكيل العام لمحكمة النقد وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة للإسراع بالبت في الملفات، فهناك تعقيدات مسطرية ينبغي احترامها وهناك آجال ينبغي احترامها، ونحن نسجل باعتبارنا نشتغل في هذا المجال المتعلق بالحريات وبالاعتقال على ان كل المسؤولين القضائيين حريصين كل الحرص على ان يتم البت في الملفات في اجال معقوله تراعي مصلحه المعتقل، المصلحه الفضلى للمعتقل، كما تراعي سلامات الاجراءات القانونيه الشكليه. هذا اولا. ثانيا، لا زالت تداعيات جائحه ديال الكورونا تلقي بظلالها على متخلف ديال سنتين تقريبا من البطء والتلكؤ في تسيير هذه الملفات، ولكن في الآونة الأخيرة أعتقد بأن المسؤولين القضائيين أخذوا على عاتقهم هذه المسؤولية، ونحن باعتبارنا جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء أخذنا على عاتقنا كذلك الانخراط معهم في هذا المجال والإسراع بتجهيز الملفات وفق ما هو قانوني وفق ما هو يعني يحترم مبادئ المحاكمة العادلة. لا محامي بهيئة الرباط، فبالنسبه لنا نحن سعداء يعني بهذه هذا صرح، انا اعتبره صرح تاريخي الذي فعلا يعني كنا ننتظره بشغف، على اننا كنا ننتظر ان تكون او ان يكون ملاذ المرتفقين الى جهاز العداله في هذا المستوى الذي يعني انتهت اليه بهذه المعلمه التاريخيه، لان فعلا عاصمه الانوار تليق بها هذه البنايه وهذه المعلمه، لانه فعلا القضاء هو في خدمه المواطن ويجب ان يكون في المستوى اللائق. فنحن من هذا المنبر يعني نشكر جميع المسؤولين ونثني عليهم بهذا المجهود الذي فعلا يعني اخرج هذه البنايه او هذه المعلمه في هذا الاخراج يعني اللائق بعاصمه الانوار. اقول بان المسؤولين القضائيين دائما كانوا يحرصون على سرعه البت في القضايا وعلى سرعه يعني جعل القضاء في خدمة المواطن بما في الكلمة من معنى، على أنه ليست البناية وليس المكان هو الذي يعني يدفع المسؤول إلى أن يتولى هذه المهام، بل أن المسؤولين كانوا ولا زالوا وسيظلون على أن شغلهم الشاغل هو سرعة البت في القضايا، وعلى أن هذه البناية فعلا ربما على أنها يعني تنضاف وعلى أنها هي قيمة مضافة بالنسبة للقضايا، ولكن بالنسبة للتعجيل في البت في القضايا والنظر فيهم يعني لا علاقة له بالبناء، لأن المسؤولين متواجدين وحاضرين ودائما يحثون
على ان تكون على ان يتم النظر في القضايا والبت فيها في زمن قياسي، لانه كتعلمون على ان المحاكمه العادله هي التقرير، يعني التقرير في زمن قياسي في مصير كل قضيه على حده. وبالتالي فالمسؤولين دائما يحرصون على ان يكون القضاء في خدمه المواطن، وعلى ان المرتفقين يكونون يعني لا ينبغي ان تمس يعني المؤسسات يعني عن طريق التاخير. فالتاخير يعني لا، احنا لن نلاحظه، وانما كل قضيه انه الملفات يعني لا تتشابه. فهناك ملفات فعلا للمساطير انه تفرض ان تحترم، او على ان هناك اشكاليات معينه يجب ان تحترم، ولكن هناك كذلك ملف لانه الملفات يعني لا تتشابه، ولا يمكن يعني ان نقيس قضيه او حاله على حاله اخرى، ولا يمكن ان نعممها. حضراوي محاميه بهيئه رباط، بالنسبه لهذا الفضاء هو زوين بزاف، يعني بالنسبه لنا انه جمع المحاكم الابتدائيه والاستئناف، وما كرهناش كون جمع حتى المحاكم الباقيه التجاريه والاداريه، باش تكون محكمه قصر العداله، يكون محكمه شامله بمعنى الكلمه. وبالنسبه لي انا بالنسبه للجلسات مزيانين، وكاين شي شويه المشاكل بالنسبه للمكاتب، لان باقيين ما حد للساعه باقيين ما عرفناش فين هما المدني التجاري داكشي. وكاين مشكل واحد بالنسبه لي انا اللي ما عجبنيش، هو مساله ديال الباركينغ، انه ما كاينش موقف السيارات نهائيا. كتجي خاصك واحد ربع ساعه ولا نص ساعه وانت كدور باش تلقى بلاصه، خصوصا انه كاينه المحافظه والمحاكم جوج، دونك ما كاينش باركينغ، على الاقل يكون باركينغ. وبالنسبه للمساله الثانيه، انه ملي كنا في المحاكم القدام كانوا حدانا دي فوتوكوبي، يعني ملي المفوضين القضائيين كتبغي شي حاجه كدير فوتوكوبي ولا شي حاجه. هنايا بالنسبه لنا هنايا حي الرياض حدانا لوتوغوت والفيلات، دونك ما كاينش فين ندير لا فوتوكوبي ولا شي حاجه. هذا هو المشكل اللي ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيك بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.